سؤال آخر أيضا مهم، هل يمكن أن ندعم بأموالنا في المعارك الانتخابية انتخابات قادمة وخصومنا يسيطرون على مفاصل صناعة القرار السياسي في المجالس التشريعية وفي كل الانتخابات المحلية وغير المحلية، هل يمكن توظيف جزء من أموال الزكاة ندعم به مرشح إذا أصغى لنا، إذا تبنى أجندتنا، إذا غلب على ظننا أنه أقل سوءا من غيره؟ وهؤلاء الناس لغتهم الوحيدة لغة الدينار والدرهم، يعني المرشح كم صوتا عندك وكم مال تبذله، يستطيع هيصف معك ويتبنى قضيتك بقدر ما عندك من أصوات وبقدر ما تبذل له من أموال. فيسأل فيقول هل يشرع توظيف جزء من أموال الزكاة في هذا المجال أم لا؟ الجواب أنه لا حرج ابتداء، لا حرج ابتداء في إعانة أحد المرشحين من غير المسلمين على مرشح آخر إذا كان تقليده أدفع للظلم أو أرجى للخير. في الشر خيار، وبعض الشر أهون من بعض. الحبشة في لحظة كانت أفضل من مكة، لأن مكة يتولى أمرها أبو لهب وأبو جهل ويستضعفون المسلمين ويسومونهم سوء العذاب، والحبشة بها ملك لا يظلم عنده أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه المستضعفين أن يخرجوا من دار الكفر، يومئذ كانت مكة دار كفر، من دار الكفر وهي مكة إلى دار الكفر أيضا وهي الحبشة بس أقل سوءا، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. إذن في الشر خيار، وبعض الشر أهون من بعض. طبقا لما تمهد في الأصول الشرعية من أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولهذا يقولون ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. حتى إذا تزاحمت المصالح والمفاسد تعرف تقدم إيه وتأخر إيه. وفي أزمنة الفتن وغربة الدين تزدحم المصالح والمفاسد وتتلاقى المنافع والمضار، والقانون ده احنا يعني بنطبقه كل يوم. تبى تروح الجامعات ولا لا؟ تذهب الى الجامعات عشان تحصل على درجة علمية. الجامعات دي فيها مفاسد ولا مفاسد؟ فيها، واختلاط وزفور ومثليين وكل البدع والشركيات والكفريات والفسوق والفجور موجود فيها، لكن هذا لم يمنعنا من الذهاب عشان نحصل منفعة الحصول على درجة علمية. هنا تزاحمت المصالح والمفاسد، ولهذا قالوا تقام المصالح الشرعية الكلية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية. بتروح الأسواق، والأسواق فيها أيضا من كذا وكذا وكذا وكذا، ومع هذا لم يمنعك هذا من الذهاب إلى الأسواق لقضاء مصلحة أو لتلبية حاجة أو نحوه. لا حرج من حيث المبدأ، انتبه، من حيث المبدأ والتأصيل النظري للأمور في أن تتمثل هذه الإعانة في بذل شيء من الزكوات في هذا المجال، باعتبار دخوله في مصر في سبيل العام الجهاد السياسي وتجيير القرار السياسي لصالح الأمة والمستضعفين منها. هذا باب من أبواب الجهاد، والجهاد يعني قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون بالمال. واليوم الجهاد السياسي والجهاد الإعلامي والجهاد الإغاثي والجهاد الفقهي والسات الفقهية أنها تصدر الفتاوى والبيانات الفقهية التي تدعم المقاومة ويعني وتدين مشروعات التخاذل والتفريط نحوه، باب من أبواب الجهاد. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرة. جاهدوا المشركين بأيديكم
وألسنتكم وأموالكم. فلا حرج في من حيث المبدأ والتأصيل النظري في أن تتمثل هذه الإعانة في بذل شيء من الزكوات باعتبار دخولي في مصرف في سبيل الله بمفهومه الواسع، أو في مصرف المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوب، الزكاة لا تعطى للكافر إلا لكافر المؤلف. من الكافر المؤلف؟ الذي يعطى رجاء إسلامه أو يعطى دفعا لأذاه عن المسلمين. يعطى دفعا لأذاه عن حتى ولو بقي على كفره، لأن تقليل الشر مقصود شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم هم يوم الأحزاب أن يدفع لبعض قبائل الكفر ثلث ثمار المدينة عشان ينخزلوا برجالتهم عن الجيش، يخزلهم عن المسلمين في المدينة. لكن استشار أصحابه فلم يقره على ذلك. لكن من حيث المبدأ السياسة النبوية كان مستعد يعمل كده. إذن المؤلفة قلوبهم، المستبالة قلوبهم، إما لقبول الإسلام أو دفعا لأذاهم عن المسلمين، وقد يكونون من المسلمين الجدد تثبيتا لهم على الإسلام. المسلم الجديد ترك أهله وترك عشيرته وترك ناسه وترك أهل وترك الدنيا كلها، انتقل من أهل إلى أهل ومن عشيرة إلى عشيرة ومن دنيا إلى دنيا ومن حال إلى حال، إيش حال؟ اغتراب كبيرة جدا. فمن حقه على جماعة المسلمين الإيواء والاحتضان والإكرام ودفء المشاعر ودفء العطاء والبذل لهم يعني. لكن على أن نجعل الحرج مش من حيث التأصيل النظري للمسألة في تجاوزات التطبيق، أحيانا تخرج به عن الجادة وتنأى به عن سواء السبيل. يعني من حيث المبدأ ماشي الحال، بس على الأقل اعمل سقف عشان لا تجور على مصارف الفقراء والمساكين، لا تجور على حقوق إخوانك المنكوبين في غزة مثلا، لا تجور على كذا. أنت إذا كنت قيما على المال العام فكن فيه كولي اليتيم الذي ينظر بما هو أحظى لهذا اليتيم وبما هو أرفق به وما هو أقوم بمصالحه. فلعل الأقرب للتقوى والأضبط للتوزيع أن نجعل لهذا المصرف من قبيل السياسة الشرعية سقفا لا يتجاوزه. والله المصارف 8 والمؤلفة 1 من 8، يبقى ينبغي السقف ده ما يزيدش عن التمن، عشان مش كل فلوسنا تنكب للمرشحين ونسيب الناس يتضورون جوعا أو يموتون تحت القصف ولا يجدون. التحري الدقيق في تطبيقه قدر الطاقة حتى لا يهدروا موارد المسلمين ومقدراتهم في غير ما خصصت له شرعا، فإن الذاكرة الإسلامية تختزن كثيرا من المواقف الأسيفة. ونحن في مواقعنا الفقهية نكتفي بتقرير المبدأ أو الإطار الذي يحكم هذه المسألة، ونترك أمر تطبيقها لمن يباشرون ذلك ميدانيا، كير مثلا أو أي مؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المسلمين أو مشتغلة في العمل السياسي عموما، مع بذل النصيحة الواجبة لهم ببذل الجهد واستفراغ الوسع في التحري والاستيثاق. والله تعالى أعلى وأعلم.